بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن من آمن من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طبعا الآن بعد المقدمات في الحلقات الأولى، الآن نستعرض شخصية الإمام الحسين بفضائله وفضائل أهل البيت، ثم ننطلق إلى المسير، مسير الحسين من المدينة إلى مكة، ثم خروجه يوم التروية إلى العراق بناء على طلب أغلبية أهل الكوفة ومقتله، المسير جميعا سنستعرض سياقا من سياقات المؤرخين ونعلق عليه. لكن قبل الآن، ابتلاء الناس بالإمام الحسين الآن اكتمل الابتلاء، بمعنى هو أشرف الناس نسبا، حتى لا يحتجون بأن نسبه، يعني يحتجون بأنه يريدون نسب آخر، وهو أفضل أهل زمانه، حتى لا يحتجون بأن هناك من شركه في هذا الفضل وقد طلب الخلافة. والظلم أيضا مكتمل، حتى لا يقال بأن يعني حتى تسقط الحجج السابقة التي زويت عن أهل البيت، كانت بحجج هكذا، منهم يعني من الحجج بأن فلان مشارك لفلان لبعض أهل البيت في الفضل، وفلان لم يحن بعد وقت الثورة. الآن اكتمل كما رأينا في الحلقات الماضية، وصل الأمر إلى إضاعة حتى التكبير في الصلاة، طبعا بيت المال والأذان القبلة الكذا، كل هذه بس لم نفتحها، وما يعرف المشاهدون أن بني أمية قد غيروا القبلة أيضا، لم يستقبل البيت الحرام، كان يستقبل الصخرة، مسجد الصخرة، أي وهذا موضوع كبير وأيضا لا يصدق أبدا، لولا أنه يعني لولا أنه ثابت في عدة قصص، وذكرها الجاحظ بأنهم حولوا القبلة، بني أمية حولوا القبلة، والسبكي في تاريخ مسجد دمشق بأنه كان متوجها إلى منحرف قبلته إلى بيت المقدس، مع أن بجانبه مسجد بلال متجه إلى مكة، سوى قبلة واسط كانت محولة إلى الشام وليس إلى مكة. وانظروا ترجمة أسد بن عمرو البجلي في تاريخ بغداد، قاضي واسط الذي تحول إلى مكة، فقالوا رافضي رافضي، صح الناس رافضي رافضي، وهو رجل من قضاة السنة. وقول ابن المبارك لما ذهب إلى خراسان، تياسروا يا أهل مرو، تياسروا يعني أن قبلتهم، المساجد التي بنيت في عهد بني أمية كانت قبلتها إلى الشام تقريبا، قبلتها إلى الشام وليس إلى مكة. وهذا ليس غريبا، إذا وصل الأمر إلى أن التكبير في الصلاة يمنع، أو الجهر بالبسملة تقطع من الصلاة، ولعن علي على المنابر، وهدم الكعبة مرتين، استباحة المدينة، نبش قبر حمزة، ما يستغرب يعني ما بقي شيء يعني أن تحول القبلة. فأنا لم أستعرض جميع المظالم الأموية، وقد تكتم عليها كثيرون، أو معظم التاريخ السياسي السلطوي متكتم عليها، إما بجهل أو بعلم أو ببلاهة أو بحماقة، قد يجدون معصية كبيرة ويرونها عادية، يعني عادية يعني ما هي مشكلة، مثل ما قال بعض علماء الشام عندما علم أو عندما تناول لعن الإمام علي، لعن بني أمية الإمام علي على المنابر، قال قد وقع ما هو أعظم وهو القتال، فإذا كانوا بمعنى كلامه إذا كانوا مأجورين أجرا واحد على القتال، هم مأجورون على لعن علي على المنابر أيضا، يعني اجتهدوا. شوف إلى هذا الحد، يعني يصل الشيطان بإضلاله للضالين أو للبغاة أو لدعاة النار الذين ينحرفون عن أهل البيت، وهذا طبيعي، الضلالة تجر بعضها والهداية تجر بعضها، فإذا أتت الضلالة والكبر فالله يضل هذا الذي يعني يضل المتكبرين والظالمين. على أي حال، المقصود الآن في ثورة الحسين ليس هناك عذر، أفضل الناس والمظالم منتشرة على مستوى الدين والحقوق والأحكام حتى العملية، والطرف الآخر يزيد بن معاوية مشهور بالفسق والعربدة إضاعة الصلوات وإتيان المحارم وما أشبه ذلك، يعني ما بقي عذر أبدا عند الأمة، حتى لا يقال أو حتى يعني حتى يثبت لنا بأن الظلم أهل البيت الذي وقع قبل ليس
بسبب ثأر لعثمان مثلا أو بسبب مشاركة في فضل، أن حديث الذي استعرضناه في ذنب بني هاشم كان أصل، يعني كان متأصل في قريش، وإن كان الفتن بعضها أصغر من بعض، يعني أوائل الفتن كانت قليلة ولكن رقق بعضها بعضا. فالفتنة الأولى ربما كانت صغيرة قادت لفتنة ثانية أكبر، قادت لفتنة ثالثة أكبر، وهكذا إلى أن وصل الأمر للإمام الحسين هنا. يعني كان لابد أن يفجر هذه المعركة، أو أن يفجر هذا السؤال الكبير، وسنرى نتائج إن شاء الله أن سمحت لنا الحلقات كيف أن هذه الثورة انتصرت فيها معاني الحسين انتصارا كبيرا. لو بقي حتى نحن استفدنا، حتى خصوم الحسين أصبحوا يتمثلون بسيرته. يعني أذكر لكم مثالين، مصعب بن الزبير عندما وجد عبد الملك بن مروان وتحارب في غرب العراق، لما طلبه أن يستسلم أبى، وتذكر بيت في مدح الحسين، فإن الأولى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا الكرام التأسية، ونزل من على، وهو خصم، كان خصم أهل الزبير، يعني صار فيهم عبد الله بن الزبير مع ابن الحنفية مع كذا، كان في خصومة مع ابن عباس. فعندما يعني وهو من الخصوم تذكر هذا البيت، أو هو قاله: فإن الأولى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا الكرام التأسية، ونزل من على فرسه وقاتل حتى قتل، وهو من خصوم هذا البيت. نفس الشيء اليوم في الثورات العربية، بعض الثورات المسلحة في بعض الدول العربية، يتذكروا الآن الحسين وقالوا نحن على، لأني أنا كان لي موقف من 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 بعض المجازر أو بعض العنف الذي تتبعه بعض الثورات المسلحة، أنا مع الحركة السلمية، مع المجابهة، مع قول الحق، لكن الحركة العسكرية اليوم بلا مشروع، ما عندهم مشروع الحسين ولا فضل الحسين ولا حقوق الحسين ولا ما، وإنما بدأوا يقولون نحن على منهج الحسين. متى سلامات، متى تذكرتم الحسين؟ الآن ما شاء الله عليكم. فعلى أي حال، إذن فالحسين حتى خصومه وأعداؤه سواء من المتقدمين أو المتأخرين أثر فيهم هذا الروح، هذه الروح. طبعا على أي حال، نذكر بعض فضائل الإمام الحسين، ثم يعني لعلها في هذه الحلقة لعلنا نستعرض بعض فضائل الحسين، مناسب أن نستعرضها قبل أن نذهب لثورة الحسين وسياقها والاستفادة منها. عفوا. طبعا من الفضائل، الحسين من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الفضائل العامة لأهل البيت، نشير فقط إشارات، حتى الإشارات للأحاديث أو الآيات التي تشمله التي تشمل الحسين، لأنه من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقط إشارات سريعة ثم ندخل في فضائلها الخاصة ثم في ثورته. من فضائل أهل البيت طبعا آية التطهير تشمل الحسين: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كما ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث أم سلمة وحديث عائشة وغيرهم، أن في الصحاح وغيرها في مسلم وغيره، بأنه جمع لما نزلت هذه الآية، جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق، اللهم اذهب الرجس عنهم وطهرهم تطهيرا. فهذه تشمل الحسين. كذلك آية المباهلة، قل تعالى: ندعو أبناءنا وأبناءكم، التي مشهورا في أهل نجران، في نصارى نجران، كان الحسين دعا النبي عليا وفاطمة والحسن والحسين، فهو مشمول بهذه الفضيلة، واختيار النبي لهم يدل على أنهم خلص النبي، يعني بعد النبي مباشرة في الفضل، وهذا مذهب كثير من أهل السنة، أنه لا يقاس بأهل البيت أحد، يعني أفضل من الصحابة ومن أمهات المؤمنين، أهل البيت أفضل منهم جميعا من حيث الفضل والخلوص. فهذا مذهب كان قديما متوافرا حتى عند الإمام مالك: لا أفضل على بضعة النبي أحدا. ولصديقنا الشيخ محمود سعيد ممدوح كتاب جميل عنوانه: غاية التبجيل وترك القطع في التفضيل، وذهب فيه إلى فضل أهل البيت من داخل المدرسة السنية، فضل أهل البيت بالنصوص وبأقوال صحابة وتابعين وعلماء. كذلك آية المودة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذا تشمل الإمام الحسين.
حديث التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تشمل الحسين، هم الحسين الدائرة الأولى. دائما الناس يخلطون في أهل البيت. هناك الدائرة الأولى تشمل الخمسة، النبي عليه الصلاة والسلام وفاطمة والحسن والحسين، ها كل فضائل أهل البيت تتناولهم قطعا. أما الدائرة الأوسع بنو هاشم مع أمهات المؤمنين فقد تتناولهم فضائل دون فضائل. فلذلك مثل الزكاة، مثل الزكاة مثلا ما بنوها يعني بنو هاشم تشمل والزوجات يخرجن، فالصلاة الإبراهيمية على الأقل تأتي لأهل البيت الخاصين، وقد يدخل فيهم بنو هاشم وقد تدخل الزوجات كذلك. لكن المقصود هنا سأواصل فضائل أهل البيت العامة التي الحسين أساسي فيها يعني من بالإجماع كذلك. إذن حديث الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يدخل فيها الحسين، وكذلك حديث الثقلين وهو حديث متواتر وهو جزء من حديث غديرخم إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي، هو من رؤوس العترة الإمام الحسين. وهذا الحديث طبعا لم يقل فقط في غديرخم، قيل أيضا في خطبة عرفة، في خطبة عرفة خطبة حجة الوداع من حديث سيد بن ثابت أيضا بسند صحيح وهو متواتر. والحديث الحديث الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي قد حاول الطرف السلطوي أن يعارضه بحديث كتاب الله وسنتي، مع أنه لا تعارض، يعني سنة النبي إن لم يعلمها أهل البيت فلن يعلمها غيرهم، فلا تعارض. لكن روي كتاب الله وسنتي وأشهر ونسب حتى للصحيحين وهو بلاغ فقط، مروي بلاغا في موطأ مالك. فإن شاء الله بعد الفاصل نستكمل فضائل أهل البيت العامة ثم فضائل الحسين الخاصة في الجزء الثاني بعد الفاصل، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قلنا بأن الإمام الحسين داخل في ثلاث آيات على الأقل، آية التطهير وآية المباهلة وآية المودة، هو أساسي فيها من المقصودين بالدرجة الأولى. كما قلنا أهل البيت دوائر، الدائرة الخاصة 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 هي دائرة الأربعة أهل البيت النبي، والنبي رأسهم طبعا، رأس أهل البيت، رأس آل محمد، عندما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، كما في من يفرق بين الإسلام والإيمان، بمعنى إذا قلت آل محمد فالنبي رأسهم، وإذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هم الأربعة، هم الأربعة بالدرجة الأولى، وقد يدخل غيرهم بالبحث كذلك. إذا ذكرنا حديث الثقلين، بعد ذلك حديث الله الله في أهل بيتي لا تتخذوهم غرضا، يعني أذكركم الله في أهل بيتي، وهو أيضا في صحيح مسلم. حديث أنا حرب لمن حاربكم سلم لمن سلمكم، طبعا مروي بأسنادين أو ثلاثة صحيحة أو على الأقل مجموعهم أنا، وهذا حديث عجيب ورد من طريق أبي هريرة وغيره. يعني كل هذه الأحاديث طبعا مروية عند السنة، كل مصادري من مما أعرف صحته أنا، مما بحثته أنا. أنا حرب لمن حاربهم سلم لمن سالمهم، وفي لفظ أنا حرب لمن حاربكم سلم لمن سالمكم، قالها لعلي وفاطمة والحسن والحسين، فالحسين أساسي في هذا. وكذلك حديث نصر بن علي الجهضمي الذي حدث به وسنده صحيح، ورواه الإمام أحمد في المسند وصححه أحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط وغيرهم، قولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة الزهراء إني وإياك وهذا الراقد، يعني عليا، أو إني وإياك وهذين يعني الحسن والحسين وهذا الراقد، كان نائما الإمام علي كان نائما، في مكان واحد يوم القيامة، إني وإياك وهذين وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة، هذا شمل الحسين. طبعا هذا الحديث له قصة حدث به محدث مشهور ثقة اسمه نصر بن علي الجهضمي في عهد المتوكل، والمتوكل ناصبي، المتوكل الخليفة العباسي ناصبي، فلذلك يمدح كثيرا لأنه نصر الإمام أحمد، لكن ما يهم أنه يظلم الحسين ويظلم أهل البيت. فللأسف هذا عند بعض الغلاة، بعض غلاة التيار الحديثي يفعل هذا، فجلده بسبب هذا الحديث، جلده المتوكل 2000 صوت 2000، ولم
لم نستنكر ولا يعرف، ما يعرف هذا إلا خاصة أهل الحديث في ترجمة نصر بن علي الجهضمي، خاصة أهل الحديث. طبعا كم جلد أحمد بن حنبل لخلق القرآن قضية 30 صوتا والمكثر 50 وهكذا، هذا 2000 صوت، جلد 2000 صوت على قضية أحق أو أوضح من قضية القرآن مخلوق أو غير مخلوق، قضية جدلية ما لها دخل. هذا 2000، نصر بن علي الجهضمي جلد 2000 صوت ما له ذكر أبدا ولا يعرف أحد. راجعوا ترجمته في تهذيب الكمال للمزي وتهذيب التهذيب لابن حجر وفي تاريخ بغداد. لماذا نحن عندنا مقاييس عجيبة في المظالم؟ يعني هذا حتى المظالم، مظلمة الإمام الحسين ليس لها حضور في الوجدان ما أستطيع أسميها الحنبلي، أقول الغلو الحنبلي، الغلو التيم، الغلو السلفي كذا، في الغلا لسجن أحمد حضور هائل جدا، ممتاز، مظلوم وسجن والمأمون مخطئ في سجنه وظالم في سجنه وسجن غيره، لكن لماذا هذا الحضور على سجن وثلاثين صوت وما في حضور نفسي لمثل مأساة الإمام الحسين أو نصر بن علي الجهضمي أو غيره؟ يجب أن ترتب أنت المظالم حسب ترتيب الله لها وليس حسب ترتيبك المذهبي. نحن ترتيبنا مذهبي في الجملة، يعني ما عظمه المذهب أنه مظلمة عظمناه، لكن أن نجد غيرنا قد ظلم وقتل، وأيضا المتوكل نتيجة، يعني ماذا فعل بيعقوب بن السكيت صاحب إصلاح المنطق، لأنه فضل ابن السكيت صاحب إصلاح اللغوي كبير، لأنه فضل الحسن والحسين على ابني المتوكل، فقد قام المتوكل بإخراج لسانه من قفاه وقطعه فمات ابن السكيت. من يعرف هذا؟ ما يتحدث عنه أحد أبدا. لو كان المظلوم أمويا أو له ميل أموي أو منحرف عن أهل البيت لأصبحت هذه المصيبة الأولى، ولأصبحت هذه من عيون المآسي. على أي حال، وأنا أدعو يعني للتنبه لهذا الأمر من أي مذهب. الإنسان كإنسان حتى لو غير مسلم تعرض لمأساة، إسلامك يأمرك، دينك يأمرك أن تتعاطف معه وأن تظهر مظلمته. إذن هذا الحديث الذي قلنا أنه رواه وهو نصر بن علي الجهضمي وجلد على روايته 2000 صوت، ثم شهدوا الناس بأنه من أهل السنة وأنه محدث، وهو فعلا محدث من رجال الكتب الستة فيما ظهر الكتب الستة. نعم، حديث السفينة مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا أو من تخلف عنها غرق، يشمل الإمام الحسين، وهو حديث حسن. حديث أهل بيتي أمان لأمتي، حديث أن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا، الحسين داخل فيهم، حديث أحب أهل بيتي لحبي، حديث الوعيد بالنار لمن أبغضهم، وهذا عجيب، هذا مروي بإسنادين قويين، وهذا قد يستغربه البعض. يعني مثلا حديث هو مروي عن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري، من ضمنها فلو أن رجلا يعني بقي بين الركن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار. البعض قد يقول لماذا، طيب وش دخله فيه، خلاص مدام يصلي لله ويصوم لله ما يحتاج. الآن سأجيب على هذه الشبهة بس بعد قراءة حديث أبي سعيد الآخر. حديث أبي سعيد يقول طبعا في المستدرك الصحيحين للحاكم وغيره، يقول والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار، طبعا على شرط مسلم. لماذا هذا؟ يعني البعض قد يقول طيب افترض ما عرفت أهل البيت، هذا صحيح لمن لم يعرف، الجاهل الذي لا يعرف لا أهل البيت ولا غيرهم ما يهم، ممكن حتى ما يؤمن بنبي ويتأمل في الكون والملكوت على قدر علمه فيغفر الله له. إنما الكلام هنا على من أبغض أهل البيت وهو يعرفهم، ليس الجاهل. طيب البعض قد يقول طيب ولو صلى وصام كما في الحديث، ولو صم وصام وأبغض أهل البيت لماذا؟ لما لا يحاسب على حسناته وعلى سيئاته؟ الجواب هنا يقال لأنه هنا معاند، كإبليس. إبليس مثلا عذب بمعصية واحدة لأن هنا معاند، يعني هو يعرف الصلاة على محمد وعلى آل محمد وحب أهل البيت، ويعرف أن رغبة النبي في حب أهل بيته الصالحين طبعا وهم كلهم صالحون، فيعاند هذه مثل ما إبليس عاند فقط في قضية واحدة فقط لم يسجد لآدم،
البقية مؤمن بالله ومؤمن بالملكوته وبقدرته وبعلمه ويعرف الأسماء الحسنى ربما أكثر منا ويعرف يعرف كل شيء. بهذه القضية الواحدة الذي رفض السجود لآدم أحبط الله جميع عمله. لماذا؟ هنا أتذكر كلمة أظنها للإمام الباقر حفيد الإمام الحسين: إن الله يريد أن تعبده من حيث يريد هو لا من حيث تريد أنت. أنت لست في مستوى أن تقول لله عز وجل أنا سأعبد وأصلي وأصوم وكذا لكن الحسين سأبغضه وعلي سأسمح لي به. لا، ليس لست أنت لا تفرض شروطك على الله، الله هو من يخبرك كيف تعبده. ولا تحاسب الله محاسبة التجار، الله إله، الله رب السماوات والأرض. ربما تعتذر، ربما تقول اللهم دلني على الخير، يعني المتكبر لا يمكن، ما دام أنك قد اشترطت على الله أنك ستعبد ولكن ستترك آل محمد ولا تتعاطف معهم وتبغضهم كما في الحديث، فنعم ترد جهنم مثل ما إبليس ورد جهنم، مع أنه فقط نفس الحسد، نفس العلة الأولى التي تحدثنا عنها من الكبر. نحن قلنا مراقبة القلب وأهداف هذه الحلقات تقريبا، سأكرر مرة أخرى لأحاول أن أنفذ من قصة الإمام الحسين، أن أنفذ إلى محاولة معرفة الله وسننه في خلقه. الله يريد منك هذا القلب، أن يكون صادقا في البحث عن الحقيقة، أن يكون متعاطفا مع الحق، أن يكون ناصرا للمظلوم، أن يكون متبرئا من الظالم ومبغضا للظلم. هذه القصة. وأصلا لماذا شرعت الأحكام الصلاة والصوم وكذا؟ لم تشرع لنفسها، وإنما ربطها القرآن بأهداف: لعلهم يهتدون، لعلهم يفلحون، لعلكم تفلحون، لعلكم تتقون. فالغايات أعلى من الأحكام، بس الشيطان خربط علينا كل هذه الأمور، جعل الصلاة هدفا في ذاتها والصوم هدف في ذاته. لا، الله شرعها لنا لأهداف عليا بدلالة لعلهم لعلهم لعلهم، أليس كذلك؟ فكذلك هذه الأهداف العليا هي ما نطلبه من التعاطف مع الإمام الحسين، هي نفس الهداية والفلاح والنصرة وقول الحق والشهادة لله، حياة الضمير، حياة القلب، السمع، البصر، قول الحق، هذه هي تماما. يعني الشيطان يصور لنا كأننا نتصدق على الله، نصلي له، نصوم له، يلا تعالوا. لا لا لا، هي لها غايات، هي وسائل، واستعينوا بالصبر والصلاة، هي وسيلة لغاية، الصلاة وسيلة لغاية، الغاية هي معرفة الله وحب الله وحب شرعه وحياة القلوب، وحياة القلوب في حب الحق وقوله وهكذا. هذه قضايا مغيبة عنا تماما، وصعب صعب أن نشرحها الآن، لأن ليس لعدم وضوحها في القرآن، وإنما لكثرة التلبيس، كثرة التلبيس والركام الشيطاني الكبير على قلوبنا وعقولنا وقرآننا وسيرة نبينا وأهل بيت نبينا، كبير جدا جدا، ما تستطيع يعني، وخاصة أنهم يستعجلون في الرد. يعني الآن سيقول يهون من الصلاة، نحن قلنا مربوطة الصلاة والصوم والحج بغايات، لعلكم وراجعوها، لعلكم تهتدون، لعلكم لعلكم. فسيرة أهل البيت تحقق لك هذه الغايات، حبهم وفضلهم والتعاطف مع مظلوميتهم، يحقق الغاية مباشرة، الغاية التي من أجلها شرع الله الصلاة والصوم والحج، شرع لنا نحن لأنفسنا، هو لا يحتاج، هو غني عن العالمين، شرع لنا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. هي مثل ما شبهتها مرة يعني ممكن باللغة الدارجة، قلت مثل شاحن الأجهزة، شاحن الجوال، جهاز الحاسب، الأحكام مثل الصلاة وكذا، هي تشحنه حتى لأن الهدف يكون يشتغل. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة يستعان بها. إذا لم تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر فما يعني، لماذا شرع؟ إذا ليست الصلاة التي أمر الله بها، إذا كان أكثر الناس صلاة هم أكثر الناس ظلما وفحشا وكذبا، الله لا يريد هذا الصلاة، إنما يريد الصلاة الإلهية التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعلى أي حال، هذا استطراد طبعا، وأنا أتحدث في فضائل أهل البيت وأهميتها وأهمية التعاطف، لأنها مسألة إيمانية، ليست عبثية. يعني البعض يظن أنه فقط مجرد عواطف. على أي حال، لم ننتهي من فضائل الإمام الحسين، لعلها في الحلقة القادمة نذكر الفضائل ونبدأ في سيرة الإمام الحسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.